حاولوا غير نشوفوا نسب ديال العجز وما يكونش العجز كثير اللي وصل دابا 6.7%. هذا واقعنا اليوم. ما يقولوا لناش كورونا ما كورونا ما هاد المسائل، تدبير ديال الحكومه اللي وصلنا لهذا الشيء. لان في 2013 بدا التراجع في المغرب طرف الحكومه السابقه، ماشي الحكومه هذه غير كملات على جميع الصعيدة بما فيها الاخلاق وما فيها التعامل وما فيها يعني كلام بالليل شيء وبالنهار شيء اخر. تراجعات فيها بزاف المسائل اللي هي تعتبروها التراث على المجتمع والتراث على الشعب المغربي. تما منين بدينا ومشينا قصنا التعليم في العمق، واي دوله مشات وقاص التعليم في العمق، واي حكومه اللي خدات مبادره ضد التعليم لا بد راه مصيرنا الانهيار. وهذا اللي عندنا دابا النسب الاميه ارتفعت، هي اللي مرتفعه بوحدها اميه تم دروس يعني الهدر المدرسي والازمه. هذا في يمكننا نقولوا كاين تصاعد في الباقي، في التنميه، في الدخل الفردي للمواطن. للاخوان في 2012 جابوا لنا في البرنامج ديالهم اللي تيقود الحكومه اليوم انه الدخل الفردي للمواطن المغربي غير ارتفع ب 40%، راه نقص ب 40% وكان ينقص له كل الدخل، ما بقى له دخل. هذا واحد الواقع. النقطة الثانية اللي تركزوا عليها هي انخراط الشعب. أقسم برب العالمين ما كاينش شعب بحال الشعب المغربي. صابر رغم المآسي. دائما مع الدولة ومع الاستقرار ومع النظام الملكي. وهذا الشعب ديالنا والله دير له اللي درت له تيبقى موحد. زعما الشعب تيصبر، ما كاينش شعب صابور في العالم قدنا. تيقول لك خبيزة وأتاي. إذا الشعب من خارق صابر. صافي جلس جلس، نعس نعس، نوض نوض، شد في 8 شد، شد في 6 شد، شد في 12 شد، شد شد شد، وحنا غاديين مع هاد الحكومة. كان عليها تقوم بمبادرة جريئة، وتراعي ذاك المسكين. دابا حنا ملي تنشوفوا مثلا شكون تيتنمى في هاد البلاد، هما واحد الطبقة معينة، هي اللي مستافدة من الكورونا. هذا هو الواقع المر، ولكن باقي الشعب مسكين. مزيان كان الصندوق اللي دعالو صاحب الجلالات جمعات اموال، ولكن الحكومه فينا هي. تصوروا يجي رئيس حكومه للبرلمان يومين قبل ذاك القرار اللي خرج ديال الاغلاق في 8 العشيه في رمضان ومنع حتى الصلوات، حتى والو، حتى التراويح ما بقاوش. العيد الصغير ممنوع، العيد الكبير ممنوع. تقرر رئيس الحكومه اللي يدعي انه حزب اسلامي، الاخوه الاسلام ديالنا كاملين، وكل الاحزاب راه تقريبا 36. حنا اليوم حتى واحد ما بقى يستغل الدين. ولهذا الاخوان حنا بالنسبه الينا الحكومه ماشي تنهضروا على حزب، تنهضروا على حكومه، على رئيس وعلى احزاب اللي متحالفه معاه، باش ما يقولولناش حتى هما تيضربوا في هذا الشيء وصلنا لهذ الاوضاع. لا، مسؤولين ربعات الاحزاب اللي في الحكومه مسؤوله عن الكوارث اللي وصلها البلاد دي.